بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 NASP.NET MVC. هنتكلم دلوقتي عن الاختلاف ما بين البيو داتا والبيو باج وايه الفرق ما بينهم. ده كان الشغل بتاعنا، بس كان التعرف على البيو داتا والبيو باج. هنيجي دلوقتي ونشوف الديفرنت. view data and view back. تعال نشوف الفرق ما بين الاثنين ببساطة خالص. انا عندي مشكلتين. المشكلة الاولى تخص ال view data وهي فكرة الكاست. المشكلة التانية بتخص ال view back وهي عملية النيم، ومشكلة كمان ان هي ما تخشش مع اكشن او مع ميثود. ما ينفعش ابني عليها ميثود لانها بيتشاف التايب بتاعها في الران تايم. يمكن المشكله ديت هنسيبها قدام شويه علشان التايب solving in run time هيتحل في الران تايم. تمام. طيب تعال نمسك القصه ديت واحده واحده كده ونشوفها. هنعمل new application. هيكون MVC ديمو different view data and view back. كويس، ممكن طويل شوية بس مش مشكلة. and view back. تعال هنا نبدأ empty. اوكي، لو انا جيت دلوقتي يا شباب وقلت له ضيف لي كنترول، الكنترول ده هيكون اسمه هوم. تمام. وجيت في الاندكس بتاعنا وبدأت اضيف فيو داتا، ما عنديش مشكلة خالص. هاجي هنا واقول فيو داتا. طبعا احنا عرفنا ازاي ممكن انشئهم بشكل ديكشنري او بشكل عادي. ان انا اقول له دوت اد، خلينا نرجع نفتكر مع بعض. اجي هنا واقول له الفيرست نيم مثلا كوما سيد فيو data of last name هيكون equal حواس. تمام. عندي view data age 30، view data سالري 4000. تمام. وجيت هنا قلت له ريتيرن فيو، ما فيش اي مشكله خالص. تعال نبيلد للاستاذ فيو، رايت كليك اد فيو، وهشيل بس اليوزر ماستر اند لاي اوت واقول له اوكي. بدا يشوفها، فهاجي هنا على التايتل اندكس ماشي. هاجي هنا واحط له اتش 1 واقول ديت شو ان فور ميشن. تعال بقى نشتغل على الكلام ده. اول حاجة هاجي هنا واقول له اتش 1، انا عايز احط الفول نيم. يمكن هقول شوية معلومات عن الرازور انجن عشان هتحل لنا مشكلة. لما بحب اعمل كونكاتينيتد او اجمع ما بين حاجتين يا شباب، لازما تحطها بشكل اكسبريشن. في الرازور انجن لما احب اعمل اكسبريشن، الاول الرازور انجن بيبدا باد، حلو كده، وممكن تكتب اي حاجه سي شارب. في عندي نمطين، يا اما تقول لي كولون كده انت هتكتب تكست، يا اما هتقول لي اد وبعدين هتقول لي قوسين. تعال الاول ناخد الكومنت بتاعه كده. انا بعمل حاجه اسمها كومنت ان
رازر انجن، تمام؟ ده كده كومنت مش هيتنفذ. طيب انا عايز اقول له هات لي ات فيو داتا اللي اسمها الفيرست، احنا هنا طبعا بننادي بالاسم فيرست اف نيم، تمام؟ طيب لو عايز اعمل كونكاتينيت مع الاسم التاني، يعني عايز اجمعها مع ات فيو داتا اوف لاست نيم، حلو كده؟ قال لي مفيش مشاكل، انت كده هتعمل كونكاتينيت. على فكرة هو مش هيعمل كونكاتينيت بس هنشوف، تمام؟ طيب عايز بعد كده اظهر الشكل بتاعي لاست نيم تحته والفيو داتا للايدج. احنا كان عندنا، نبص على الداتا بسرعه كده، ايدج وسالري، حلو قوي. الايدج جيت هنا وقلت له اتش 2 او خليها اتش 3، اتش 3 هتبقى عباره عن الايدج وهيبقى ات فيو داتا اللي اسمها ايدج، تمام قوي. تعالى بعدها بقى وقول لي اتش 4، عايز احط السالري بس عايز ازود حاجه على السالري، فاجي هنا اقول سالري بلس او سالري ويز اوفر، عشان احط معاه الاوفر هيبقى عباره عن ات فيو داتا اللي اسمها سالري بلس 200 مثلا، حلو كده؟ طيب الكلام ده تعالى نشوف المشاكل اللي هتطلع فيه ونحلها جزء جزء، تمام؟ انا ما بشرحش دلوقتي الرازور انجن، هيبقى فيه جزء عن الفيو بشرح فيه الرازور انجن ان ديتيلز، فركز في التوبيك بس ايه الايرور اللي هيطلع. تعالى هنا نعمل ران وتفاجئ معايا ان هو ما جمعش، ما عملش كونكاتينيت. ده هتلاقي كلمة سيد جنبها بلس جنبها حواس وبعدين ال 200 او ال 4000، لما هاجي اضيف عليها 200 المفترض كده هيديني ايرور، تمام؟ خلينا بس نكمل. ها راح جاي مديني لوجيكال ايرور، قال لي ده 4000 بلس كام؟ 200. ايه ده حاطط القيم زي ما هي؟ لا انا عايز اقول له دي ايكويشن، دي اجمعها وديت كونكاتينيت لها. في الحاله ديت لازم اجي هنا واقول له ات، كده معناها ان انا بعمل اكسبريشن. يبقى جوه الرازور انجن لو حبيت تعمل كونكاتينيت، بص كده، لو انت عايز تعمل ات استنت استنت ات، دي علامة الاكسبريشن. اي عمليات جمع طرح ضرب اسم على بتتحط، طبعا انا حاططها ما بين كومنت يا شباب، دي كومنت معايا، هي المفروض تتحط ما بين سكويد. طبعا هنا اعترض، وتعالى بقى نحط له ات افتح قوس واقفل القوس في نهاية المعاملة، اداني اعتراض. تعال نشوف الاعتراضات ليه. الاعتراض الاول بيقول لك انا ما اقدرش اعمل جمع ما بين اوبجكت واوبجكت، اذا انتوا الاثنين اوبجكت ده انا شايفكم تكست، لا هو ستيل ايه اوبجكت. نرجع تاني كده ونفتكر مع بعض، الفيو داتا بتشيل الداتا بتاعها از اوبجكت، يعني ده موجود في اوبجكت، ده موجود في اوبجكت، ده موجود في اوبجكت. فانا عندي مشكلة قوية جدا اسمها الكاست. الكاست ان انا احول الاوبجكت ده لشكل مين؟ الحاجة اللي انا رايح لها. يبقى انا هنا مضطر اقول له دوت تو سترينج، ومضطر اجي هنا واقول له دوت تو سترينج. طيب ده في العملية بتاعت الدوت تو سترينج. طب هنا بيقول لي انت هتجمع اوبجكت وانت، ده انت وده ايه؟ وده اوبجكت. تعال نرجع كده، هو ده 4000 هو شايفه اوبجكت ازاي؟ ما هو لازما اعمل له هو كمان ايه؟ كاست. هكاسته على ايه؟ هكاسته على انت، يعني اجي اطلب منه. حتى بص لما هقف هنا كده هو بيقول لي ايه؟ ما يقدرش اعمل جمع ما بين اوبجكت ومين؟ وكاست. طب انا لو جيت ورحت جاي قايل له الكلام ده كله، يعني الاتايه دي كلها، تمام؟ طبعا لو انا شلت الات هنا مفيش مشكله، عادي ممكن نشيل مين؟ الات هنا جوه الكلام ده. لو انا جيت في الاول كده ورحت جاي قايل له انت، اتحلت المشكله. يعني ايه اتحلت المشكله؟ ما انا بقول له انا بقاس السالري على انه يبقى انت بدل اوبجكت. ينفع نجمعه على 200؟ ينفع. تعالى هنا بقى نسيف الكلام ده كله ونيجي نعمل ريفرش للورقه بتاعنا.
هي الداتا معاه، هو اختلفت خالص، بقت سيد حواس كونكاتينيت وبقت 4200. يعني معنى كده ان انا لازم أن اجي هنا وقفت كل حاجه انا بعملها. ده مع الفيو مين؟ الفيو داتا. لاحظ ان الفيو داتا عندها مشكله في فكره مين يا شباب؟ الكاست. طيب علشان اشوف نفس الفكره في الحل بتاعي مع الفيو باج، خلينا هنا ناخد نفس الكلام كده كوبي، وهاجي هنا اعمل له بيست بيست، وهنغير اندكس نخليها شو، وهشيل كل فيو باج. تعالى كده الت وسيلكت، وهخليها فيو باج. تمام، بس طبعا فيو باج ما بتتعرفش بالاسلوب ده. تمام، فهضطر ان انا اقول له دوت لاست نيم بيساوي دوت الفيرست نيم بيساوي، نشيل بس القوس ده، وبرضو دوت ايج بيساوي دوت سالري بيساوي. عندي نقطة كمان مهمة جدا يا شباب، فكرة ان انا ابعت الكلام ده على كلمتين. يعني انا لو جيت هنا وقلت له first name، انا اسف ما ينفعش ابعتها كده. تمام، على طول هو اعترض، افترض ان الداتا اللي انت بتبعتها له كده مش مظبوطة. تمام، كفيو باج اللي مبنية على البيت كنترول مش عندي، ليه؟ لازم تكون كلمة واحدة. تمام، ودي مهمة قوي، انا هخليها لك كده، هقول له فيو داتا عشان اوريك بقى مشكلة مين، او المشكلة النسبية اللي موجودة في الفيو باج، وهخلي دي كلمتين. تعالى نظبط الفي نخليها كابيتال. ها كده انا بعت له فيو داتا ها مع فيو باج. قبل ما اعمل الكلام ده خلينا نشتغل بالطريقة العادية، وهخلي لك دي كومنت لحد ما اوري لك الحل، وبعدين نرجع للمشكلة تاني. بمعنى هنرجع نخلي دي فيرست نيم، وهتكون دايناميك من خلال الفيو باك. نشيل بقى القوسين دول، وكده المسألة بقت ستيب. يبقى انا هنا هشتغل كله فيو ايه؟ فيو باك. تعالى نبني الشو فيو، اد فيو كده بسرعة، واقول له اد، وهاخد كوبي من نفس الاستراكشر اللي انا عامله هنا كده، وهاجي هنا اعمل له بيست، وتعالى نكبر شويه. طبعا انا هنا مش محتاج ولا اي كلمه من دول، بص كل اللي انا محتاجه يا فيو باج دوت الفيرست نيم، لا عايز منك كونكات ولا اي حاجه، هبلصه مع الفيو باج بتاعه اللاست نيم من غير كونكاتينيتد. بس انت سبت الاقواس. ما هو ده اوبريتد، ده عمليه اوبريشنز، لازم اكسبريشن. نفس القصه لو انا جيت هنا بقى ورحت جاي قايل له بص انا شلت حتى الكاستنج دوت وقبلها فيو باج للسالري بلس 200. تمام، هنا انا مش محتاج، بص لاحظ كده انا مش محتاج اي كاست، مفيش اي كاست تم. تعالى نعمل سيف، وتعالى نعمل فيو. المرة دي هيفتح معايا من شو الاولاني اللي هو او الفيو الاولاني اللي هو عبارة عن هوم اندكس، فهيعرض لي الداتا اللي موجودة في الفيو داتا. تمام، هزود انا هنا كده اتش 1 في كلمة فيو باك عشان تبقى عارف ان ديت الايه الفيو باك. تعال نسيف ونرجع تاني. طبعا هنا سيف مفيش مشكلة لاني شغال على الكلاينت سايد او الجزء اللي بيخرج. تمام، انفورميشن تعالى هنا بقى نقول له انا سلاش هوم على شو. هوم على شو بقى، انا موضح لك هنا ان في كلمه جديده اسمها فيو باج، ونفس الريزلت بتاعي موجود اهي. اللي انا اقصده يا شباب ان الفيو باج ما هيش محتاجه كاستنج، وده المهم بتاعي. طيب مشكلة الفيو باك بقى ايه؟ قال لي المشكلة في النيمنج، وحاجة تانية هنبقى ناخدها قدام اسمها الميثود، ما ينفعش ابني عليها تايب. يعني ده ممكن ابني عليه
اوبجكت اللي هو الفيو داتا، ممكن ابني عليه ميثود تمام از اوبجكت وبعد كده ابقى كاست. لكن الاستاذ طب انت نوعك ايه؟ ده انا مش هعرف نوعك الا في الران تايم، في حاجه اسمها هعرف نوعك في الران تايم، فعشان كده فيها مشكله مع فكره الران تايم. بس خلينا نكمل على الوضع ده وهنبقى نتكلم على الموضوع ده قدام. ايه فكره النيمنج؟ لو انا جيت دلوقتي يا شباب ورجعت للكنترول الكنترولر بتاعي وجيت هنا ورجعت للشكل ده، انا بعت الداتا من خلال فيو داتا وعايز استقبلها من خلال فيو باج معايا. ماشي سهل، فيو باج دوت هو كان اسمه دوت فيرست نيم، حلو كده. طبعا هو مديني ايرور هنا، تعالى نعمل ران بقى. انت بتنادي عليه بالاسم تمام. هنا بقى هيبان ايرور عندي في الرازور انجن، لانه بالنسبه له هيكتشف ان في حاجه اسمها فيو باج دوت فيرست، هي اصلا ما اتبعتتش، يعني بيطلب حاجه اسمها فيرست. خلي بالك انا كاتب فيرست نيم، بس بالنسبه له هو شايف كلمه فيو باج دوت فيرست هي دي اللي مبعوته. وبعدين هيكتب حاجه اسمها نيم معايا، هيكتب حاجه اسمها ايه نيم وبلس حاجه تانية. طبعا الاكسبريشن كده فيه غلطه. تعالى نعمل هوم وتعالى هنا نقول له سلاش شو ونشوف الايرور. بيقول لي الايرور دلوقتي انا كاكسبريشن انت باعت حاجه مش مظبوطه. يعني المفترض ان انا لو جيت هنا هقول له ازاي هبعت او هنادي باني ابلس كلمه، كلمه مكتوبه، دي كلمه عاديه خالص. يعني تخيل كده ان انا شلت الكلام ده كله، بلاش الاكسبريشن عشان تبقى اوضح لك تمام. انا شلت الاكسبريشن خالص وجيت هنا وقلت له اد بس تمام. ده انت تعرف هتحصل كارثه دلوقتي. بص قدام لو جيت عملت ريفرش، طبعا الاكسبريشن عمل لي العرض ده، بس قدام كلمه فول نيم كتب لي ايه؟ نيم. ايه ده، انا مش باعت نيم، انا باعت سيد وباعت معاها كلمه تانية. بس هو لما جه يدور قعد يدور على حاجه اسمها ايه؟ ها اقرا معايا كده، فيو باج دوت فيرست. طب هي مبعوته اصلا في حاجه في الكنترول في الاكشن حاجه اسمها فيو باج دوت فيرست؟ هو مش هيدي لك اكسبشن ان هي مش موجوده، هيقول لك هي حاجه ممكن تكون موجوده بس بنال، مش مشكله، مش قضيتي تمام. بس في بعدها كلمه اسمها نيم، دي كلمه عاديه اتكتبت في اتش تي ام ال 5 فتطبع. هنا بقى يختلف كتير قوي. لو انا قلت له فيو داتا، فيو داتا اوف الكلام ده، يبقى الفيو داتا ينفع اكلم كلمتين. طبعا هتقول لي ما هو ده بور نيمنج، انا ممكن اعمله من الاصل او احط اندر سكور او احط سبيشال كاركتر، حاجه تجمع الكلمتين مع بعض او اكتبهم جنب بعض تمام، واخلي بدايه كل حرف كابيتال. كل الحاجات دي حلول بالنسبه لك، بس احنا بنتكلم على القصور في الشغل. لو انا جيت دلوقتي وعملت ريفرش هتبان سيء. يبقى الفيو داتا بتتفوق عن الفيو باج في فكره ان هي ممكن تتسمى بكلمتين بعاد عن بعض وانادي عليهم بالشكل ده، اما الفيو باج ما ينفعش اسميهم بكلمتين تو بارتس مثلا او جزئين، لازم كلمه واحده. الفيو باج افضليتها طبعا في فكره ان انا بستقبل الداتا من خلال فيو باج، من خلال النوع بتاعها، يعني ما بحتاج لهاش ايه فكره الكاست تمام. ارجو يكون الفيديو ده وضح لك الفرق ما بينهم. تاني كده معايا في السلايد، لو بنتكلم عن الفيو هيلبر، انا بشتغل بالفيو هيلبر العادي، يعني في عندي حاجه اسمها اتش تي ام ال هيلبر وعندي حاجه اسمها رازور هيلبر، في حاجات كتير هنتكلم عليها. الاتش تي الهيلبر او الفيو هيلبر العادي بيباص الداتا من خلال الفيو باج والفيو داتا. الفيو باج لها بروبرتي وهي دايناميك، بقاد فيها الداتا تايب بتاعي، اما الفيو داتا فهي ديكشنري موجوده لحد الاصدار ام بي سي 4 ومكمله معايا ال 5 و 6، عندها بعض المشاكل في حته الكاستنج بس مستخدمه. مقارنه سريعه كده ما بين الفيو داتا والفيو باج. الفيو داتا بتستخدم عشان اباصي داتا من كنترول لفيو، نفس الكلام بالنسبه للفيو باج، ممكن اباصي بيها داتا من كنترول للفيو. الفيو داتا هي عباره عن ديكشنري كلاس وبشتغل بيها على الريكوست الكرنت ريكوست اونلي. الفيو باج برضو بشتغل على الريكوست او الكرنت ريكوست اونلي، ما عندهاش امكانيه الفيو داتا، ما عندهاش امكانيه التشيك تمام.
تداكس التايب كاسكيدنج بتاع او الكاستنج بتاعه فور كومبلكس داتا تايب اند تشيك فور نال. لو عندي حاجه قيمه نال ولا لا ينفع اديله نال. يعني قيمه الفيو داتا ممكن تاخد الفيو داتا ممكن تاخد نال، اما الفيو باج القيمه بتاعت نال لازم اعمل لها كاستنج. بمعنى لو انا جيت هنا كده يا شباب وبدات في الكنترول بتاعي اقول لك عندي فيو دي قوية قوي، فيو داتا مثلا دوت اوبج اسف دوت او اوف اوبج اوبجكت يعني ايكوال نال، في امكانية ان انا ابعت قيمة نال ما عنديش مشكلة. طيب لو قلت له فيو باج دوت اوبجكت يساوي وبعت له نال، تمام، في عندي امكانيه ان انا ابعت نال. بس النال ديت هتتشاف هناك على انها ايه او ايه القصه اللي هي هتشتغل بيها، هيبقى في عندي مشكله شويه لما اجي اعمل ران واجي هنا واقول له هوم سلاش شو الفيو باج. هنا انا كتبت حاجة غلط، خلينا بالمرة كمان نزود اتش 5 عن ات فيو باج دوت هي كان اسمها ايه اوبجكت، ماشي اخدها زي ما هي كده عشان ما اوقفش. خليها فيو باج وتعالى هنا نكمل. طبعا ده الايرور الاولاني، تعالى ريفرش بقت اد فيو باج اد الايدج. طب ما هو الايدج انا بعته، تعالى ريلود تاني نبص كده ايدج موجودة تمام، تعالى ريلود مرة تانية وانادي برضو على هوم شو تمام بدأ يدخل. بس المشكلة دلوقتي ان الاستاذ ده هيهاندل النل، هيبقى اوبجكت بس نل، لكن بالنسبة لأوبجيات اللي انا ضفتها هناك هو بالنسبة له حاجة مش هتنفع تشتغل ومش هيتشاف قيمة لها في الران تايم. هي دي كانت الفكرة بتاعت اللي هي ما بتهندلش الكومبلكس او اي قيم ما بتبقاش ضمن الاكيور بتاعي او ما بتبقاش محددة بتتحول لقيمة نل. بتتعامل طبعا مع الكومبلكس ده تايب كاستنج طبعا من غير اي حاجة، تمام. ده فرق ما بين الاتنين. هقف لحد هنا علشان هبدأ اكمل ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين، ويا ترى في عندي انواع تانية للباس داتا زي التمب داتا او السيشن، وهنشوف الفرق ما بين الحاجات ديت ونبدأ نتعرف على الكويري سترينج بس بشكل كبير شوية ما بين تو اكشن. ارجو ان الفيديو ده يكون وضح فكرة الفيو داتا والفيو باج والفرق ما بينهم. هسيب لك برضو الكومنت هنا سيب تمام. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقية الفيديوهات اللي انا عاملها على القناة. خليك ايجابي ما توقفش المعلومة عندك، شوف الخير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.